كما تعلمون، عندما اقترح الاتحاد الأوروبي أن تجتمع جميع الأطراف في خطة العمل الشاملة المشتركة للبحث في كيفية العودة للاتفاق، وافقنا. لكن إيران رفضت الانخراط في العملية، ولذلك الكرة في ملعب إيران إذا كانوا يرغبون فعلاً في المضي قدماً في طريق الدبلوماسية والعودة للالتزام بالاتفاق. وفي حال حدوث ذلك سنسعى لبناء اتفاق أقوى وطويل الأمد، كما سننخرط في بحث قضايا أخرى متعلقة بسلوك إيران مثل تهديد أمن دول المنطقة وبرنامج الصواريخ الباليستية وغيرها. اجتمعت مع ممثلي شركائنا بريطانيا وألمانيا وفرنسا، ونتفق جميعنا على ذلك.